السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة أبو زياد، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله النهاردة معانا شرح على غسالة LG. طبعا يا جماعة العميل بيشتكي من الصوت العالي، إن شاء الله هنغير لها طقم البلي، طقم البلي إن شاء الله، وهنغير لها إيه الجوان لأنها بتسرب وبتقطع الهدوم. طبعا يا جماعة زي ما أنتم شايفين مشكلة التقطيع دي مشكلة دايما بتقابل معظم الناس اللي عندها الغسالات الأوتوماتيك، دايما بيشتكي من قصة التقطيع ودايما بيشتكي من ان الغسالة بتنقط مية. طيب النهاردة هنشرح لكم الأسباب وهنشرح لكم ازاي تفكوا الغسالة وازاي تغيروا الجوان بنفسكم، او لو انت فني واول مرة تغيره ان شاء الله هقول لك تغيره ازاي. طبعا اول حاجة حضراتكم بنفكها القرصة، بنفك المسمارين اللي فوق اللي هو بيمسكوا القرصة. الغسالات طبعا يا جماعة اللي هي نفس الماركة ديت، طبعا الجوان ما بيركبش من باب بيتركب، لازم تفك الوش القداماني اللي هو القرصه ده، وبتفك الكارته، وبتفك الوش الامامي زي ما بقول، زي ما انا بعمل كده لحضراتكم الطريقه المظبوطه. طيب فكينا الوش الامامي، بنفك المسمارين اللي هم بتوع اللوحه، ونطلع الدرج الاول، درج المسحوق بنطلعه ونفكه، بنفك المسمارين بتوع الكارتة بتوع البوردة، دي أسهل طريقة إنك تفك بيها الوش الأمامي ده كله علشان نقدر نركب الجوان بكل سهولة، لأن الجوان ده يا جماعة بيبقى متركب في حتة مزنوقة، عشان تغيره لازم تعمل الطريقة اللي أنا بقول لحضرتك عليها ديت علشان تفكه وتركبه. بنفك الوش القرصة اللي فوق، بعد كده بنفك درج المسحوق، بعد كده بنفك المسمارين اللي تحت درج المسحوق، وبعد كده بنفك الكارتة بالشكل اللي انتوا شايفينه حضراتكم ده دلوقتي كده. طبعا الكارتة دي يا جماعة بتطلع كبس، بيبقى فيها ضوافر بتخش في الخرزانة اللي هي ماسكة البودي اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، بتخش كبس. بنفك الكارتة نحافظ عليها واحنا بنفكها، نفك السكوتات بتاعتها وبنطلعها خالص، وبنحاول لو انت طبعا فني لسه اول مرة تفك الكارتة ديت او لسه اول مرة تركب الجوان، حاول انك تفك الحاجه اللي انت بتركبها من سواء من البورده او من الحاجات اللي انت بتفكها دي، حاول ان انت تصورها لان عشان ما تركبش سوكت مثلا الباور مكان سوكت موتور او مكان سوكت اي حاجه تانية، فانت بتحاول ان انت بتركب الايه، هي عامه كده كده مش هتبقى صعبه لان كل سوكت بيبقى الابيض مع الابيض والاصفر مع الاصفر والازرق مع الازرق، طبعا بتبقى معروفه يعني. كذابه يعني والله. اي حد لو حتى مبتدئ ما اعتقدش ان هو الحاجه دي هتفرق معاه او هتبقى صعبه معاه في الفك والتركيب. تمام، فكينا الكارته بنطلعها بره، بنفك الايه السوسته بتاعت الجوان اللي من بره. طبعا دي يا جماعه الطريقه دي لازم اي فني بيركب جوان غساله LG سواء منتج حديث او منتج اللي هو نفس الماركه اللي هي الاردني، لازم هيعمل زي ما انا بعمل لحضراتكم كده. دي الطريقه المسلمه، هنفك طبعا فكينا احنا السوسته، بنفك بقى الجوان بيطلع معانا سهل كده، بنفك المسمار اللي هو اللي ماسك الوش الامامي اللي هو ماسك في البودي، طبعا هما مسمارين، مسمار يمين ومسمار شمال، بعد كده بنفك اللوك يا جماعة، مسمارين بتوع اللوك
وبنرجع اللوك لورا، ده لوك الباب، لوك امان الباب، لان طبعا ما ينفعش الوش ده هيطلع، فما ينفعش لو شديته هيكسر معاك. فانت بتفك الايه السنتر لوك، بعد كده بتميل الغساله سنه ورا، بتجيب مفك عاده رفيع او مفك تيست اهو، بتميل كده، بتفك الاول المسمار الاول اللي ماسك الكفر بتاع الفلتر ده. ده يا جماعه الجزء الاول. طبعا الجزء الثاني طبعا عشان ما نطولش على حضراتكم، انا بحاول والله اختصر على قد ما بقدر، بس غصب عني طبعا انتوا الحاجه لازم انا بنزلها لكم بما يرضي الله. طبعا لو انت جديد في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. فكينا احنا حضراتكم كده الوش اهوت، ده الوش ده بيطلع نفس زي ما انتوا شايفين كده، مفك عاده بيطلع. بنفك بقى المسامير، في 3 مسامير تحت بنفكهم. طبعا لو المسمار مثلا لقيته مصدي معاك ولا حاجة، بيبقى معاك مزيل ولا حاجة، بتحط المزيل عليه. طبعا احنا هنحاول ان احنا بقى ايه نوقف التصوير عشان المسمارين دولت ايه هيتفكوا معانا مش بسهولة، هيتفكوا معانا بصعوبة، فاحنا هنحاول ان احنا نوقف التصوير بقى كده نرجع لكم تاني. او زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، فكينا المسمارين، ده بيطلع الوش ده كده اهو، بيطلع سهل اهو قدام حضراتكم اهو، ده الجواب. طبعا احنا ليه احنا فكينا ليه الجوان، فكينا ليه الوش دوت، فكينا ليه لان الباب انت عشان تيجي تركب الجوان ده هتبقى بايدك ضيقه، وهتبقى فيها مش هتعرف تمسك سنتي واحد من جوه، تعرف تركب استحاله يتركب، لازم تركبه بنفس الطريقه دي. ده الجوان اهوت يا جماعه. طبعا برضو مش هيركب لو انت فكيت كده، لازم تفك المسامير اللي هي ال10 بتاعه الاطار ده، تطلعهم بره، هم ال3 مسامير اللي المسامير اللي هي اللي ماسكاه المسامير ال10 دي، لازم يكون معاك بيبه. ونبتدي ان احنا نفك الاطار مسامير دي، الاتزان دول يا جماعه بتوع الحله، بتبقى بيبه 10 طويله بدراع. هما 4 مسامير على اليمين و4 مسامير على الشمال. بنفس الطريقة كده. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل ما هو جديد. وانت يعني اللي ما بتدوس لايك، ما بتدوس لايك ليه؟ مش هتخسر حاجة صدقني والله. دوس لايك واشترك في القناة، وهدفنا احنا طبعا نشر العلم في انحاء الوطن العربي. طبعا زي ما بقول لحضراتكم اهو، فكينا احنا الوش الاطار اللي هو اليمين، بنفك احنا الاطار الايه اللي هو الشمال الاتزان. كده احنا اخر معانا مسمار اهو، طبعا بنحاول ان احنا نفك بقى بشويش في المسمار الاخير دوت، لان ايه لو التقل ده وقع هيتكسر، فاحنا ايه بنفك بشويش على مقلنا. فكينا بعد كده بننزل التقل ده اهو، الجوان يا جماعة قدام منك اهوت، يعني الجوان بيتركب لوحده اهو. ده الجزء الاولاني ان شاء الله، وان شاء الله ننزل لكم ان شاء الله الفيديو الجاي الجزء الثاني. ده كده يا جماعه اهو الجوان، تركبه بقى يعني لو اي حد بيتعلم هيركبه لوحده، هيفك السوسته دي وهيركب طبعا السوسته ويركبه فيه اهو، السوسته اللي تحت دي لو فكيتها هتلاقي الجوان ده طلع معانا. ده كده الجزء الاولاني يا جماعه، ان شاء الله انتظروني باذن الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، عشان ما اطولش على حضراتكم انزله لكم الايه في الجزء الثاني. طبعا زي ما انا بدي حضرتك المعلومات بما يرضي الله، محتاج حضرتك انك تتفاعل معانا وتدوس لايك وتشترك في القناة علشان يوصل لك كل ما هو جديد.
وان شاء الله ان شاء الله لو اي حد محتاج اي حاجه تعليق او اي حاجه يعلق لي في التعليقات تحت، وانا هجاوب عليه ان شاء الله، واشوفكم باذن الله على خير باذن الله، ويا رب يرفع عننا البلاء. والسلام، واخر حاجه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.